الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الكرام، أيها الأخوة الحضور والأخوات الحاضرات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم ضيوفا أعزاء على المملكة العربية السعودية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بدورته 32، الذي يجسد تراث المملكة وثقافتها ويعبر عن رغبتنا المشتركة في تعزيز التفاعل بين الثقافات العالمية المختلفة، لتحقيق التعايش والتسامح بين الشعوب على أسس إنسانية مشتركة. وفي هذا الإطار يسرني الترحيب بمشاركة جمهورية الهند صديقة ضيف الشرف في هذه الدورة، وأن ندرك أهمية الثقافات وصفتها مرتكزا أساسيا في تشكيل هوية الأمم وقيمتها وقيمها، وأرى في تنوع الثقافات والتعدد واحترام خصوصية كل ثقافة مطلبا للتعايش بين الشعوب وتحقيق السلام بين الدول. ونؤكد على أهمية البعد الإنساني المشترك في كل ثقافة بعيدا عن مفهوم سلام الثقافات. لقد أصبح البعد الثقافي مرتكزا أساسيا في العلاقات بين الدول والشعوب، ومن المهم تعزيز خدمة السلم والأمن والدولية. أرحب بكم مرة أخرى المملكة العربية السعودية، أتمنى لكم جهود جميع التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.